كذلك مشاهدينا معنا سيادة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا برضه عشان نطمن على طبيعة الأوضاع في المحافظة وإن كان هناك تضرر ربما جراء نتيجة الأمطار أو السيول اللي ضربت عدد من المحافظات. أهلا بك يا سيادة اللواء، صباح الخير. صباح الخير أستاذ هشام. صباح النور يا فندم، أهلا بسيادتك. إيه الأخبار عندكم يا فندم بقى، الدنيا ماشية كويس ولا حصل ربما أي أضرار من الأمطار أو السيول اللي كانت ضربت عدد من المحافظات خلال اليومين اللي انقضوا؟ لا الحقيقة الوضع الحمد لله آمن تماما، ما عندناش أي خسائر لا في الأرواح ولا في الممتلكات. طبعا زي ما حضرتك شايف إن إحنا بنشتغل كدولة بنظم حديثة وبنضرب نفسنا على الكوارث والظروف الجوية اللي هي طبعا بتبقى فيها بعض الصعوبات زي مثلا موضوع الأمطار الشديدة والسحب الرعدية وأيضا السيول. والحقيقة طبعا إحنا كنا عاملين خطة لمواجهة هذا، كنا رافعين حالة الاستعداد داخل المحافظة، وغرفة إدارة الأزمات كانت شغالة على مدار الساعة متصله من المحافظه لباقي كل المراكز العمليات. طبعا كنا متوقعين التوقيت والساعه، وبالتالي كانت معداتنا موجوده في نقط دفع عماميه، وكنا عاملين برضو معدات للدفع السريع اللي هي قوات التدخل السريع بتدخل في نقطه الحدث. طبعا بنستقبل السيل اول، هو طبعا هنا ما حصلش عندنا مطر شديد. مشكله هنا امبارح واول امبارح كان الامطار على سلاسل جبال البحر الاحمر، وطبعا اتكونت بكميات كبيره جدا بتنزل على شكل سيل بيدخل على محافظتنا، وهي دي بتوع الأضرار. يمكن حصل قبل كده في السبعينات وفي التسعينات بقى سيول كانت مؤثرة جدا جدا في محافظتنا. طبعا الدولة عاملة بحارات صناعية وعاملة مخرات سيول في كل الأماكن، بحيث أنها دايما أمطار السيول بتوجه داخل المخرات وبالتالي تبدأ تخش في النيل. احنا كنا متواجدين طبعا السيد مدير الأمن ورجال الأمن، الحماية المدنية، السكرتير العام والمساعد، كل القيادات المحافظة الحقيقة متواجدة في أرض الحدث وتوزعنا في كل نقطة. احنا كان عندنا مشكلتنا امبارح طريق إفت القصير، كان في ثلاث أماكن فيها قطع للطريق بسيول كبيرة، طريق إنا سفاجة وأيضا طريق إنا الأقصر الصحراوي الشرقي. كان في اكثر من ثلاث اماكن او اربع اماكن فيها، والميه وصلت ارتفاع حوالي متر في بعض الاماكن فيها. ايوه احنا لما تواجدنا بدري بدانا نوجه، دخلنا مصادر نزول المياه في الجبال وبدانا نوجهها في اتجاه البحارات الصناعيه وفي مخرات السيول، والحمد لله ده ادى ان احنا سيطرنا على الموقف وما حصلش عندنا اي خسائر لا في الارواح ولا في الممتلكات. من الامور الجيده يمكن يا فندم زي ما سيادتك كده نوهت وذكرت فكره الاستعداد المسبق لاي طارئ، سيما طبعا ان الجهات المعنيه بتبلغ حضراتكم طبعا بكل جديد بيتم، خاصة هيئة الأرصاد الجوية. أنا عارف أن هي بتبعت نشرات يومية بالنسبة للمحافظات أو حتى بالنسبة لوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بتعمم، وحضراتكم بتكون عندكم الخطط المناسبة لاستقبال أي طارئ أو حتى فكرة إدارة الأزمات. إزاي ده فندم بيفرق معاكم وبيفرق حتى مع المواطن في التعامل مع أي أزمة؟ طبعا فعلا كلام حضرتك مظبوط، احنا هيئه الارصاد فعلا كانت عامله انذار بحاله الجو وكانت محدده التوقيت، والتوقيت كان مظبوط جدا، وده اللي كان مخلينا على هبه الاستعداد وتعاملنا مع الموقف يعني بكفاءه عاليه نتيجه ان احنا مستعدين وعملنا خطط ازاي نتعامل مع المواقف المتغيره. طبعا ده بيخلي اولا المواطن بيبقى عنده ثقه في قياداته وفي الدوله، يشوف الدوله بتتحرك باسلوب علمي متابع الموقف تماما، ده بيديله نوع من الاطمئنان. لذلك ما شفناش في الميديا حد بيقول كلام، كله كلام ايجابي وبيشكر في الحدث اللي تم، لانه شاف المسؤولين بالكامل موجودين في الحدث قبل اي حد ما كان موجود، كان كل المسؤولين موجودين بيتابعوا وبيديروا الاعمال وبيديروا المواقف الطارئة، وده بالحقيقه بيدي ثقه كبيره قوي للمواطن. ده اللي حصل فعلا في الموقف. اعلام المحافظه فندم ايه اخباره في التعامل مع المواطن في كل الاحوال؟ طبعا دي برضو دي جزء مهم جدا، الاعلام على طول بشفية. احنا على طول اول ما حصل الاول في البدايات كان حصل طبعا رياح شديده، حصل انعدام للرؤيه وبدانا نقفل الطرق اللي كان عليها انعدام للرؤيه. طبعا دي على طول بتنزل صفحه المحافظه، الاعلاميين في المحافظه على طول بينزلوا الاخبار اول باول، المواطن بيطمن، بندي توجيهات السيد المحافظ او المسؤولين من خلال الاعلام، بحيث ان احنا لو عايزين المواطنين ياخدوا حذر في بعض الطرق المعينه او نقفل طرق معينه، ده كل ده بيصب في ثقه المواطن في اجهزته التنفيذيه. انا بشكر سيادتك يا فندم، شكرا جزيلا. سياده اللواء اشرف الداودي محافظ قنا كنت معانا تليفونيا، بشكرك يا فندم، الف شكر.